اذا كمان في اشياء موجوده عندنا في بعض الدرايفز كمان ممكن هذا في عندنا تايبس اوف ستوبس، في 3 تايبس اوف ستوبس، يعني لما السيستم يوقف في عندنا ستوب اسمه في رام داون وهوستنج وامرجنسي. اوكي، اذا هون في عندنا 3 تايبس اوف ستوبس. اول ستوب اللي هو رام داون، يعني ممكن اطلب من الفيربل فريكونسي درايف لما بده يوقف السيستم، نفرض السيستم ماشي على هاي السرعه، بطلب منه انه يعمل رامبينج داون. ايش راح يغير هلا الفيربل فريكونسي درايف حتى يوقف هذا الموتور؟ غير الفريكونسي وبغير الفولتج طبعا. راح يضل ينزل الفولتج، راح ينزل الفولتج بهذا الشكل. وطبعا انا بكون محدد مثلا يا محدد الاكسلريشن يا بحدد الزمن هذا تبع ستوبينج، هذا بنسميها رام داون. رام لانه شكلها زي الرام. هذا اول تايب اوف ستوب. ثاني تايب اوف ستوب اسمه كوستينج. والكوستنج انت بتقدر تعمله بالسياره. كلمه كوستنج معناها انه برفع اجري عن البنزين وبرفع اجري عن البريك وبخلي السيستم واقف على الفريكشن. وهذه ممكنه كمان ان كانت تطلب من الدرايف. في بعض الحالات هذه ما فيها مشكله، زي مثلا لو عندي انا مروحه، ليش بدي اوقف المروحه فجاه؟ هل في خطر اني الا اذا في خطر طبعا. عاده اذا ما في خطر بقدر اوقف المروحه فجاه، اتركها توقف على الفريكشن مش هيك؟ او بامب او شيء. هلا اذا في خطر، إذا المروحة واحد حاطط إيده جوا المروحة وبده يوقفها، بدي أحط الإمرجنسي ستوب اللي هي ثلاثة. بس في غالب الحالات إذا أنا بوقفها بشكل طبيعي ما عندي مشكلة، بطفيها وبخليها توقف على الفريكشن. فهون راح تلاحظ عندي توقف السيستم راح يكون أطول بكثير من الوقت تبعه، يعني هذه هون فولتج، عفوا سبيد. هذا زمن، هذا سبيد، وهذا زمن. الكوستنج هاي اسمها كوستنج، خلص بطفي هو السيستم وبتركه يوقف لحاله. بطفي الفولتج عنه، بطفي الفريكونسي، بطفي كل شيء، وخلص السيستم واقف. وهذا ما في مشكله، في بعض حالات انت بامكانك توقف السيستم بهذا الشكل، بس ما لك توقف السيستم بهذا الشكل. النوع الثالث طبعا اللي هو الامرجنسي ستوب. واظن هذا الترمينولوجي للستوبس هذا عالمي. الامرجنسي ستوب طبعا ما راح يوقف بهذا الشكل، في عندي خطر، في مشكله معينه. يعني مثلا ممكن تكون حاطط على جهاز معين سنسر، والسنسر هذا حساس. يعني فرضا انا عندي جهاز هون مثلا بشغل سيستم، والسيستم هذا مثلا بقص صاج، وحاطط انا سنسر، لو واحد دفش ايده او حط ايده شغل هذا السنسر، ايش لازم اعمل؟ بدي اوقف السيستم فجاه، لازم اوقفه فجاه لانه الخطر اكبر. يعني طبعا هو مش كويس انه اوقف السيستم فجاه، بس وقتها راح يعمل مثلا هيك، وممكن يكون هذا مثلا زمن قصير جدا، يعني مثلا 100 ملي سكند. دكتور في زي هذا بريكنج ميكانيكال توصل 1 مايكرو سكند. ميكانيكال بريشر 1 مايكرو سكند، وين في ايش؟ في المناشير تاعت الخشب. تمام، لانه خطر جدا، يعني لا سمح الله بدك تقص اصبع شخص او شيء زي هيك. فلاحظوا هذا الرامب داون، هذا اللي هو مرات بسموه فانكشنال ستوب. يعني ما فيش عندي خطر، بس انا بدي السيستم واقف بشكل دقيق واتحكم بسرعته ووقوفه. هون عندي كوستنج، بترك السيستم خلص واقف لحاله على الفريكشن، وهون عندي امرجنسي ستوب، لازم يكون يتوقف لحد الفتره الزمنيه قديش لازم هذا يوقف فيها. طبعا هون الكتريكال، كله هذا الكتريكال بريكنج، يعني الكتريكال بريكنج عن طريق السيستم. فالفيربل فريكونسي درايف راح ينزل السرعه تبعت السيستم، راح ينزل الفريكونسي بحيث انه يعمل بريكنج على هذا السيستم. الفيتشر الثاني فيتشر مهمه اسمها فلاينج ستارت او ري كونكتنج اون سبيننج لود. الفلاينج ستارت معناها احيانا بكون عندي الدرايف شغال، الماتور عم بلف. يعني لو عندنا محرك بلف وعندنا هون في اف درايف، خلال ما هو المحرك عماله بلف الفي اف درايف طافي. شغلت الفي اف درايف، هلا ايش لازم يصير؟ هلا ممكن احد الاشياء يعملها الفي اف درايف يبطئ السيستم ويوقفه وبعدين يشغله، بس ممكن احيانا في بعض الحالات يكون احسن اني ايش اعمل؟ انه الفي اف درايف يعمل سنكرونايزيشن مع المحرك ويبدا يشغله من النقطه اللي وصلها. هذا طبعا احسن بيكون في بعض الحالات، يعني مثلا عندنا حاله معينه فرضا لود نازل مثلا. هذا شابك هون، هي المحرك. لو هذا اللود نازل وانا شغلت الفي اف درايف في هذيك اللحظه، المحرك عم بلف. هلا ايش اعمل؟ ايش الشيء يعمل الفي اف درايف؟ هلا اللي بدنا نعمله بده يعمل الفي اف درايف، يعمل ديتكشن للمحرك وين هو مكانه ويشبك عليه، وبعدين مثلا يعمل له درايفنج او يعمل له بريك. هاي بنسميها فلاينج ستارت، مش كل الفي اف درايف بيقدروا يعملوها. فالفلاينج ستارت معناها انه يشبك على المحرك وهو المحرك عماله بلف هذيك اللحظة، بعدين يبدا يتحكم فيه بشكل صحيح بدون ما يصير فيه شوك عندي في المحرك. لأنه أحيانا ممكن يحط فولتج عليه
الفولتج ما يكونش سينكرونايز مع المكان اللي هو بلف فيه من هون فيعمل شوك عندي في السيستم. فهي نسميها فلاينج ستارت، موجودة في كتير من المانوالز. هيك احنا بكون درسنا 15 فيتشر للفي اف درايف. تعطيكم فكرة اي درايف انت بتشتري بالكاد يكون في مجموعة فيتشرز مختلفة بتسهل لك انك تبرمجهم.